السلام عليكم، شحالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم بيكون عن المنتجات اللي وصلتني من شركات البي ار. بين فترة ثانية اسوي لكم هالفيديوهات، تتكود عندي الباكجات تكون وصلتني من شركات البي ار، منتجات غالبا تكون جديدة نازلة في السوق. مثل ما اقول لكم دائما هالفيديوهات مو بدعاية، انا توصلني المنتجات بس ما حد طلب مني اصور فيديو او اصورهم على الانستغرام او وات ايفر. انا لان انفلونسر واجرب اشياء وايدة، فبالمرة اراويكم شو الاشياء الجديدة اللي وصلتني وبتشوفونها الفترة الجاية وانا اجربها وأقولكم رأيي فيها، خصوصا أنكم دائما تحبون تعرفون رأيي في المنتجات الجديدة اللي نازلة في السوق. فتعالوا وياي خلنا نفتح هالباكجات يا بعض بما أنها وايدة. من برجوان علبة ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الأرواج، أحب أرواجهم هذه، روج فيلفت ذا ليبستيك، شوي مطفية بس مع مرطب شفايف تحتها تكون ممتازة. مطيشي لي ثلاث درجات 01 03 و 11 وتحت المسكرة. هاي المسكرة اريد استخدمتها في لوك، ما ادري الفيديو نزل ولا لا، عن المنتجات الجديدة اللي نازلة في السوق من الدراج ستور. فجربتها هالمسكرة ويوم صورت وإذا سألوني اسمي شو حاطة انتي المسكرة اللي انتي حاطنها على عينك، البنات حبوها. هاي المسكرة اللي هي تكون براسين راس شذ صغير، ويوم تحسونها من فوق الراس يكبر. انا مجربة نفس هاي المسكرة بس من فوق بيضة او بنفسجية، وهذه كنت احبهم وهذه بديت احبها. واخر شيء في هالبوكس منزلين درجات جديدة من الفاونديشن اللي احبه، برجوا هيلثي ميكس، مسوي فيه لوكات وايدة، وحتى يوم مسوي توتوريالز على الانستغرام على الستوري او هنا في اليوتيوب تشيكون صندوق الوصف، مرات وايدة اكون مستخدمة هذا الفاونديشن، احبه وايد احبه. فمنزلين درجات فاتح جديدة ودرجات غام جديدة، فللأسف الدرجات اللي طيشي ليها فاتحة مو بلوني. وعلى فكرة بنات قبل ما نكمل الفيديو، ترى في هالفيديو giveaway، اذا تبون تشتركون في الgiveaway تشيكوا الشروط تحت بتحصلونها في صندوق الوصف. من مكياجي واصلني كيسين، الكيس الاول بعد في شيء بيوصل ما وصل لنا الحين، اللي هو الفاونديشن والبودرة الجداد اللي نازلين في مكياجي اللي هو بلير فلتر، وايد متحمسة ابغى اجربه. اخترت الدرجة اللي تناسبني وتريهم يطيشوا لي، بس اللي وصلني حاليا السبونج، عندهم اسفنجتين، واحدة هاي الوردية حق البودرة وايد غريبة مخملية كذا، تحمست ابغى اجربها، والثانية هاي الوردية حق الفاونديشن. ونازل عندهم له السكوربينج هايلايتر بدرجتين، درجة 301 و101. ارواج مكياجي اللي هي 22K هالكلاسيك اللي عندهم لونين، اللون الاول 302 هذا هو اوريدي مستخدمتنا، واللون الثاني 305 بعد استخدمته. 302 هذا احبه اكثر من هذا، البلاشر من لاي 22K وايد حلو هذا البلاشر، اوريدي انا استخدمه. هاي الدرجه 901 عندهم درجات وايده، هاي الدرجه حلوه اذا انت حنطيه او سمره، اللون وايد حلو بيطلع عليك. من ارواجهم المطفيه اللون الاحمر 801، حلوه هاي الارواج المطفيه، مو بجافه وايد ووايد بيجمنتد، طبعا اللون الاحمر ما اقول له لا. من فنتي بيوتي بعد وصلتني مجموعة منتجات نازلة في السوق جديدة وسويت فيها روك كامل، بتحصلونه في صندوق الوصف تحت او بيطلع لكم الرابط هنا. جربت هالمنتجات علي مبدئيا اعطيتكم رايي فيها. البرايمر الجديد اللي نازل عندهم اللي هو سوفت سيلك، انا هذا حبيته، والبرايمر القديم بعد حلو بس ياس استخدم السوفت سيلك اكثر، القديم اللي هو برو فلتر. الفاونديشن الجديد اللي هو هايدريتنج لونج وير فاونديشن، مبدئيا حابه ان استخدمته كذا مرة، وقريبا ان شاء الله بنزل عنا ريفيو كامل مع وير تيست او ان تشوفونه خلال اليوم كيف بيكون شكله من بداية اليوم الى نهايته. الروج الاحمر اغرمت هذا فيه، قلم الحواجب، والبلاشر الكريمي نازل مجموعة بلاشرات عندهم الوان مختلفة، فها واحد من الوان جديدة، تبون تشوفون كيف استخدمتهم شيكوا الفيديو. بلاش اللي احبهم وايد استخدم منتجاتهم، نازل اشياء جديدة عندهم في المحل، جل استحمام كونغا ريحته حلوة. على فكرة هذيلا جل استحمام مفروض تاخذين قطعة كاملة تبللينها وتستخدمينها على الجسم وتردينها عادي في العلبة، مو بان تقطعون منها، لان كانوا في بنات يسألوني كيف تستخدمين جل استحمام مالهم، هذه طريقة تشلينه كله، تستخدمينه مثل الصابونة وتردينه. بابل باث ريحتها وايد حلوة وكذا ملونة، وايد حبيت ريحتها، شوي متكسرة في العلبة بس خلاص بحطها يعني في الباتب وبستخدمها. طبعا كارما كريم انا وايد وايد احبه، كل ما يخلص عني ارجع اخذ منه لان ريحته بالباتشولي. بعد نازلين سليبي الشاور جل مشهور عندهم، بس هالمرة على شكل صابونة بشكل غيمة، وايد 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 حلوة ريحة لاين سليبي عندهم لان باللافندر وكذا يساعد على الاسترخاء. صابونة دراجون
ريحته هذه فيها وايد، في منها شيء بالليمون واظن هاي بالوايد، وفي ريحه ثالثه مو متاكده بعد من الصوابين اللي هي ترطب الجسم. معجون اسنان واصلني عشان اجربه، المفروض انه هو يبيض الاسنان. متحمسه اني اجربه بما اني وايد اشرب قهوه، وايد وايد اشرب قهوه، واحاول قد ما اقدر احافظ على لون اسناني. غالبا افرش اسناني 3 مرات في اليوم، لان يعني اذا وايد تشربين قهوه فممكن هالشيء يصبغ الاسنان. احاول اتحاشى هالشيء بانه دائما دائما افرش اسنان. ماركه اماراتيه اسمها 1180، تسوي سكراب صوابين هاي الاشياء، اشياء العنايه بالجسم. ما ادري اذا عندها شيء للبشره ولا لا، بس وصلني منها مجموعه اشياء بوريكم اياها. هذا ويب سوب شوجر سكراب، ريحته غريبه بالكركم، تشوفون حتى لونه كيف اصفر. اما هالويب سوب سكراب نمبر 13، الله ريحته عطر قديم، عطر استيلودا ما اعرف، ريحه حلوه، هذا ريحته وايد حلوه. ها عندها اشياء للوجه، هذا بيوتي فيشل كلينزينج بالم، انا بتحرك بس للجسم ما في ريحه. غسول للوجه، هاند اند بودي لوشن بالنيله، اذا تعرفون هالنيله الزرقاء المفروض تساعده لانها تبيض الجسم، عاد انا كل شيء لازم اشمه ما في ريحه. هذا ليب سكراب بالقهوه، احتاج الحين اسوي لي كوب قهوه. ريحته بيور قهوة، وايد حلوة ريحته، بسألها عادي هذا الطعم شوي. وآخر شيء سيكرت جاردن اللي هو 2-in-1 روم اند لينن سبراي، أشوف ريحته. يبالي أشمها عدل على الأثاث، لأن الحين مبدئيا ما حبيت وايد الريحة، مو بذوقي وايد. من صيدلية بن سينا وصلتني علبتين، هاي الأولى، هذه فيها منتجات العناية بالبشرة من ماركتين، ماركة الأولى كافر ديرما، أريد مجربة هاي الماركة، والماركة الثانية دكتور بيير، شيء كذا اسمها، هاي الماركة ما جربتها. العلبة الثانية ضخمة. فيها سدتين، السد اللي فوق فيتامينز وبيوتين اللي هو حق الشعر هذا، وهذه بودرة الفحم حق الأسنان في المعجون. أما الجهة الثانية فأكثرها أشياء تجميلية، إجحال من مابلين من ماركة فيتشي اللي هو مينرال 89 سيرام، وهذا سبراي حق الوجه اللي هو سان بروتكشن، حلو فوق المكياج ممكن تحطينه يعني الحماية من الشمس. مسكرات مابلين بنات وايد أحب هالمسكرات. هذا برايمر، كونسيلر أحب هالكونسيلر حق الحواجب، تاتو الحواجب ما جربته بس متحمسه هذا بجربه. بيبي سكين برايمر بعد هذا جربت لنا، والاي شادو باليت من مابلين. اشياء من كات فون دي ومارك جيكوبس، من مارك جيكوبس هالهايلايتر حلو استخدمته، وايد وايد حبيته، استخدمه از برايمر، استخدمه مع الفاونديشن، ممكن احطه على اماكن اضاءه على البشره، وايد حلو. في من الدرجات، هاي الدرجه اللي هي تانتلايز اللي هي شوي غامجه بس حلوه. روج من مارك جيكوبس وايد اللون حلو، من الالوان اللي انا استخدمها. وقلم نجحال انا مجربه هاي الاقلام درجات ثانيه، هذا بنات من ينشف خلاص يتم ثابت، انا مجربه داخل العين فوق العين حلو. من كات فون دي الفاونديشن الجديد، هذا اللي وايد متحمسه اني استخدمه، والفرشاه مالته المسكره الجديده كذا فرشاته. هذا الالينر اوريدي انا استخدمته لنا، ومن الالينرات اللي احبها. هذا فرشاته شوي فرشاته غريبه بس ثابت ثابت ثابت. وقلم جحال من ماركة ذا جوري شوب، وصلتني بعض الاشياء حق الوجه والجسم. بس شوفوا العلبة كيف ظريفة وحلوة. هذا كريم مرطب للبشرة انتي ايجينج، وهذه البودرة عبارة عن ديودرنت ومخمرية الشعر او عطر الشعر، ريحتها مخمرية وايد وايد حلوة، استخدمتها وحبيتها. وبس يا حلوات، هاي كانت المنتجات اللي وصلتني، لا تنسون تشاركون بالجيف اواي. اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.